بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عضو الأمانة العامة لتنسيقيات الثورة وفعالياتها على مستوى سوريا. نحييكم من ساحيات الحرية والكرامة، من ساحة عفرين، ساحة العزة والكرامة، ساحة الشعب السوري التي اجتمع بها أبناء الشعب السوري من كافة أطيافه حتى يحيي الذكرى 11 للثورة السورية. نعاهد دماء الشهداء أولاً الذي قدموها أرواحهم سبيل هذه الثورة الكريمة. نقول لهم إن على العهد باقون وعلى طريقكم سائرون بإذن الله سبحانه وتعالى حتى إسقاط هذا النظام وكل من لف حوله. أنا زاد عثمان من عفرين، عضو رابط مستقلين الكرد. جينا نشارك أخوتنا السوريين بإحياء الذكرى ل 11 انطلاق الثورة، ثورة الحرية والكرامة. نحن عم نشارك كأكراد أنه نحن نأكد على وحدة الشعب السوري أرضاً وشعباً، ونحن نتأمل أنه توج نضالنا من المرحلة القريبة إن شاء الله بنصر كبير. رسالتنا وحضورنا كتنسيقية حرائر سورية لنوجه الرسالة لكل العالم وكل من راهن على فشل ثورتنا، ونقول له نحن رسالتنا طالما علم الثورة مرتفع بالساحات رح نقول له الثورة حرة وما بترجع، ومن الساحات ما رح نرجع، ايدنا بايد الحرائر بايد الرجال الاحرار لحتى ناخذ بيتار كل طفل وكل ام شهيد، ورح نضل نطالب بمعتقلينا ومعتقلاتنا. العلم اللي تلفح فيه الشهيد والمعتقل، العلم اللي زين هلا الساحات. نحن الشهداء غنى ما بدك تقتل وتدفن. اسقاط النظام الشعب يريد، اسقاط النظام الشعب يريد، اسقاط النظام.